بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة. وبعد أخوكم جمال بافار يحييكم في مقطع جديد، مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا المازدا مثل ما تعرفون موجود فيها خليط غاز 22، مو ب 22، غاز 134 مع غاز 410. أكرر، غاز 134 مع غاز 410. طبعا أحد المتابعين رسل لي ملاحظة مهمة، قال لي يا أخي أنت يادس تقيس من داخل، هذا شيء جيد، ولكن نحن نبغي البرودة اللي في السيارة، يعني قيس لنا درجة الحرارة داخل السيارة وليس مثلا من المخرج التهوية للتكييف. لذلك صار لي تقريبا الحين الساعة 6:40 مساء بتوقيت الإمارات، اليوم تقريبا 2 سبتمبر، الثاني من سبتمبر 2020. درجة الحرارة الخارجية حاليا، درجة الحرارة الخارجية تقريبا في حدود 40. أتمشى في منطقة جنوب الشامخة اللي هي مدينة الرياض، زين، وحاط المؤشرات هنا القياسات في الخلف. طبعا هذا بطلب احد المتابعين، قال لي حط لنا القياسات ورونا كم راح تعطيك درجه البروده، زين، في المقاعد الخلفيه. هذه المازدا، طبعا المازدا الشيء جيد والغير جيد. الشيء غير جيد ان فيها هذه الهاتش باك، يعني صندوق ما في اي غطاء، صندوق مفتوح، في غطاء شوي بس المفروض يعني يكون مسكر على اساس انه ممكن تعطيك بروده اكثر، ولكن الصندوق هذا فيه مثل الغطاء. ان شاء الله راح اعطيكم القياسات الحين عند الوقوف، راح اعطيكم القياسات في المطار. انا تجمدت صراحه، لكن راح نشوف درجات الحراره اللي تعطينا الاجهزه. مركب تقريبا في حدود 4 اجهزه، راح نشوفها او نشوف القياسات مع بعض. طبعا وقفت السياره على اساس اني اعطيكم القياسات. بسم الله، كملت تقريبا في حدود 40 دقيقة شغال مكيفات أو المكيف على الهاي. هذه درجة الحرارة في الكراسي الخلفية 17 درجة، زين، في هذا الجهاز 17 درجة، أوكي. هذا الجهاز يعطيني، خلنا نشوف كم يعطيني، 15 درجة. هذا الجهاز يعطيني 18 درجة. هذا الجهاز أنا شغله، ستاشر فاصلة ثمانية، وهذا أيضا نزل إلى 17. طبعا هذا المقطع بطلب من أحد المتابعين، قال لي أوكي ما يهمنا نحن درجة الحرارة الخارجة، ولكن أنا أهتم، يقول، بدرجات الحرارة في الكراسي الخلفية. كم راح تعطيك؟ تشوفون وصل 16، ممكن 15 كان، زين. هذا راح أبند الحين مكيف، صراحة جمدت، زين، من غير جيد، فقط حبيت أني أنشر هالمقطع لطلب من احد المتابعين. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت لايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.